اهلا وسهلا بحضراتكم في فقرتنا مساء كل سبت، فقره الارقام لهواة الارقام والاحصاءات. جاء ماكينه الارقام الاستاذ عبد الناصر قنديل. مساء الورد. مساء النور يا استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ تمام، كله حلو الحمد لله. شتوي شويه ليه؟ لسه بتقول يا هادي. التحذيرات كتيرة بس لسه بتقول يا هادي. انا عن نفسي عاشق للشتاء بكل تفاصيله، حتى لو برد وصعب. طب بس يا راجل احسن من حر الصيف طبعا. هاتي ما عندك. طيب عايز اسأل حضرتك سؤال في الاول عشان نحدد الموضوع مع بعض. فضل. لو سألتك عن اول الاولويات لدى الاسرة المصرية ممكن نقول هيكون ايه؟ اول اولويات الاسرة المصرية الاسرة. اعتقد انه واحد الاكل والشرب، يجي بعديه على طول المدارس والتعليم. طب اعكسها بقى. اعكسها؟ لان بحث الانفاق اللي صدر سنة 2019، وده اخر بحث للانفاق للاسرة المصرية، اتكلم على ان اول اولويات الاسرة المصرية هي التعليم، وان الاسرة يمكن ان تمارس نوع من انواع الالتفاف على الطعام وعلى الصحة، لكنها لا تمارسه على التعليم. صدق عندك حق، ممكن فعلا الاب والام يتقشفوا في الصرف على البيت والسوبر ماركت وكذا، لكن يقول لك نعلم الولاد كويس وما نقصرش. بالظبط كده، وده جزء مهم جدا، يمكن ده المدخل لحلقه النهارده، لاننا هنتكلم النهارده على ملف التعليم باعتبار ان التعليم هو حق واستحقاق. حق لانه كل المواثيق الدولية والاتفاقيات تتحدث عن التعليم كأحد الحقوق الرئيسية التي لا يمكن التفريط فيها للمواطن. صحيح. واستحقاق لأن دستور 2014 حدد 10% من إجمالي الإنفاق العام للدخل القومي على 4 أنشطة. النشاط الأول بنسبة 40% منها كان التعليم. المادة 19 اتكلمت على التعليم باعتباره استحقاق يجب الإنفاق عليه والاستثمار فيه بشكل كبير. ممتاز. جدا. ومن هنا هنروح لهذا الملف ونشوف مع بعض اوضاع التعليم المصري رقميا واحصائيا فيما يتعلق بالملفات الرئيسية هتبقى ماشية ازاي. هنبدأ مع الانفاق على التعليم، وعايز اقولك ان الانفاق على التعليم خلال 10 سنين اللي فاتوا ارتفع بنسبة 330%. يعني من عام 2016 كنا بننفق 97 مليار جنيه، احنا في عام 2024 اخر موازنة معتمدة وموثقة انفقنا 229 مليار. العام الحالي واحنا بنتكلم موازنة التعليم بتتكلم على رصد رقمي 294 مليار. طبعا. بنسبة زيادة 28% في الانفاق خلال عام واحد فقط لغي. وده يدل على الاهتمام بالانفاق على التعليم رغم الازمات الاقتصاديه وكل حاجه، بس ده واضح انه ده توجه دوله. وعايز اقول لحضرتك انه جاء بعد سنتين كان فيه نتيجه الاوضاع الاقتصاديه تجميد لموازنه التعليم فيما يتعلق بيه الارتقاء بيها، لكن القفزه جت مع بدايه ظهور امكانيه للتطوير، خصوصا انه صاحبه تطور مهم جدا كمان في اعداد المدارس وفي الاحتياجات الخاصة بالتعليم بشكل كبير جدا. عندي عايز اقول لحضرتك ان احنا واحنا بنتكلم على الانفاق على التعليم نحن مع الوزير رقم 76، الوزير محمد عبد اللطيف هو الوزير رقم 76 من وزراء التعليم، وربما الوزير محمد عبد اللطيف السمة المهمة جدا عندنا. رقم 76 من ثورة 52؟ لا، من سنة 1838 مع علي باشا مبارك. فبالتالي احنا بنتكلم على رجعت ورا قوي. رجعنا ورا بالظبط من اول ما ظهرت حقيبه للتعليم عندنا، وبالتالي ده رقم مهم جدا. اكتر وزير او اطول وزير عندي قعد في الوزاره عندي كان حسين فخري باشا، قعد 12 سنه، لكن انا عندي في وزير تعليم قعد يوم واحد فقط لا غير. بما انك ذكرت ثوره يوليو، فاحنا عندنا وزير اتعين 22 يوليو عوز اليوم 23 يوليو، وهو محمد رفعت باشا. كويس. وبالتالي مع محمد عبد اللطيف الميزه انه اعاد لنا الوزير الحركي. صور كتيره جدا هتشوفوها في الخلفيه للوزير وهو جوه الفصول، ودي سمه مهمه جدا كمان ادت احساس بان حقيبه التعليم في ولايه الرئيس الحاليه لها اولويه، وان قراءه اوضاع التعليم وتحدياته على الارض جزء مهم جدا في المشهد عندي. عشان كده لو رحنا للمؤشرات، المؤشرات احنا عندنا وصل عدد المدارس في مصر إلى 61512
مدرسة بزيادة عندي واسعة خلال السنين اللي فاتت. احنا تقريبا ضعفنا عدد المدارس من سنة 2014 لحد النهاردة، عدد الفصول 556 ألف في 25 مليون 657 ألف طالب، عندي 922 ألف معلم. ربما انت هنا يا استاذ عبد الناصر عامل مدارس خاصة وحكومية ولا بتكلم على حكومي بس؟ كل المدارس، كل ده كل اجمالي اوضاع التعليم المصري خاص وعام، واحنا هنيجي في بعض الاحصائيات هنفصل الارقام مع بعض. عايز اقول لحضرتك ان الملمح الوحيد السلبي هنا هو اعداد المعلمين قياسا بعدد الطلاب. احنا عندنا معلم لكل 27 طالب، في حين ان المتوسط ده معدل كبير يعني ضاغط بشكل كبير اسمها جدا. ايه معدل قليل؟ اه بالظبط كده، قليل يعني المفروض عدد المعلمين يزيد بالنسبه يعني النسبه النسبه الدوليه 13 طالب لكل معلم، احنا تقريبا الضعف واكتر، فاحنا النص تقريبا بالظبط. اه يعني محتاجين لكل 27 معلم تاني. اه بالظبط كده. أيوة. عشان اقدر اوصل للمتوسط بالنسبه العالمية، وده ضاغط بشكل كبير جدا عندي. صح. على اوضاع، وده اللي بيؤدي الى اثقال كاهل المعلمين والعبء عليهم، وبيؤدي الى سوء التوصيل وسوء الاستيعاب عند الطلبه. بالظبط، وده من التحديات الكبيره جدا اللي لحد النهارده ربما احنا محتاجين ملامح، يمكن في بعض الخطوات اتخذت في العام الدراسي الحالي. لكن اعتقد ان قضيه اعداد المعلمين هتبقى تحدي من التحديات المهمه للوصول الى تطوير ملف التعليم. لو رحت لتطور اعداد المدارس، واحنا هنمشي هنا عنصر عنصر، هنلاحظ ان اعداد المدارس عندي بتزيد بشكل مضطرد لحد ما وصلنا الى ال 61500 مدرسه في العام الدراسي الحالي. في عمليه زياده في اعداد المدارس خصوصا في الريف في حياه كريمه، انعكست كمان على زيادة عدد الفصول والانخفاض بعض الشيء بنسب الطلاب اللي هنشوفها. بس طبعا لازم نقول هنا في الشريحة دي واحنا بنتكلم، مع انه في بناء مدارس حصل سواء من قبل الحكومة او المجتمع الاهلي والتحالف الوطني وحياة كريمة، لكن لازم نقول ان العدو الاول للمدارس والكثافة السكانية وكذا هو الزيادة السكانية. طبعا كل ما الناس بتخلف كل ما المشكله بتتعمق اكتر، بتتعمق بشكل كبير جدا، وكمان بتنعكس على جوده خدمات التعليم وعلى قدره المعلمين او قدرتنا على الوفاء باعداد المعلمين. عشان كده تحدي العمل مع ملف الزياده السكانيه مش بس هيحل ازمه، هيحل ملفات كتير جدا 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 يعني. طبعا انا عايز اقول لحضرتك لو رحنا بقى للتحليل ده، وده مهم جدا، اللي هو اوضاع المدارس اللي هو جوده التعليم زي حضرتك ما قلت. انا عندي من ال 61512 مدرسه 24778 فقط التي تعمل بدوام كامل فترة واحدة، نسبة 40% فقط لا غير اللي بتعمل يوم دراسي كامل، في حين ان باقي المدارس عنده عددها 36700 مدرسة، بعضها بيعمل فترة صباحية وفترة مسائية، وفي مدارس بتعمل بنظام الفترتين. ده يؤثر على جودة الخدمات التعليمية لان أزمنة التعليم تقل، وبالتالي الضغط العدد الطلابي بيزيد عندي على المدارس بشكل كبير. صحيح. وبالتالي ده جزء مهم. لما نروح بقى للتحليل اللي ليه علاقه زي حضرتك ما قلت بالعام والخاص، هنلاحظ ان المدارس الحكوميه 50400 مدرسه، في حين ان الخاص 11109 مدرسه. عايز اقول لك برغم ان العدد النسبه مش كبيره، احنا عندنا 17% تعليم خاص فقط، لكن العدد ده جزء كبير منه ظهر خلال العشر سنوات الاخيره. لما نيجي نوزع في الريف وفي الحضر، هنلاحظ ان عدد اجمالي عدد المدارس في الحضر 26400 مدرسه، في حين ان في الريف 35000 مدرسه. زياده عدد المدارس في الريف عنها في الحضر. هنلاحظ ان الخاص الحضر اعلى. مظبوط. يعني في المدن، وده طبيعي او مفهوم، اني عندي 9300 مدرسة خاص في المدن، في حين ان في الريف عندي 1779 مدرسة فقط لا غير. لو رحت لأنواع المدارس هنلاحظ اني الطفرة الاكبر عندي في التعليم الابتدائي، عندي 20000 مدرسة للتعليم الابتدائي، في عندي يليه لاعدادي 13000، بنفس العدد لمدارس التمهيد اللي هي ما قبل بدء الدراسة، ثم المدارس الثانوية. عايز اقول لحضرتك ان الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي
أعدادهم زادت بشكل كبير جدا في إطار توجه الدولة اللي هو التوجه الصناعي اللي حضرتك في تقرير اتكلمت على شركة النص. هنا بقى الوفاء بالأيدي العاملة المطلوبة للمدارس هنا ظهر في التعليم الفني، في التعليم الفني بشكل عام بأنواعه المتعددة. لو نقلت من المدارس بقى للفصول 556,888 فصل، هنلاحظ ان النسبة الاكبر بر بنفس الارقام هي للتعليم الابتدائي 271,973 فصل للتعليم الابتدائي، ثم تتوالى الارقام من الاعدادي الى انواع التعليم. وهنا الارقام مهمة لان التصنيف والتوزيع هنا يقدر يديلك اشارة الى شكل التعليم وكفاءته وانتشاره. صح. فده كمان مؤشر مهم جدا. المؤشر ده لو ربطته بالرقم اللي فات هيديني مؤشر الكثافة اللي هو التحدي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، او احد ابرز التحديات طبعا. اللي تقريبا من سنة 81 لحد النهاردة ما احناش قادرين نحلها، ارتفاع الكثافات داخل الفصول بشكل يعوق الوصول الى التعليم الدامج والتعليم الجيد. هنلاحظ اني اعلى مستوى او اعلى طفرة عندي موجودة في التعليم الابتدائي برغم ان انا بتكلم على انه هو الاكبر 270,000 مدرسة فصل دراسي، ولكن الكثافة 50 طالب في كل فصل. ده المتوسط. ده المتوسط العام على مستوى المدارس بقسمة عدد طلاب التعليم الابتدائي على المدارس الموجودة عندي. يليه الاعدادي والثانوي التجاري هم الاكبر. المتوسط العام للمدارس في مصر 46 طالب في كل فصل، المتوسط العالمي 23. كتير. لا كتير. وبالتالي صعب جدا قدام الرقم ده طبعًا. ان انا ولا هنا بقى يعني ده رقم حيالي. يعني احنا محتاجين مش نكثف العمل، احنا محتاجين نضاعف الجهد عشان نصل الى نص هذا العدد. بالظبط. انت محتاج مضاعفة في اعداد المدارس ومضاعفة في اعداد المعلمين، الاثنين مع بعض. مظبوط. وبالتالي العنصرين مع بعض مهمين، لكن المؤشر ده اللي تقدر تقيس من خلاله جودة البنية التحتية للتعليم وقدرته على صح. الوفاء بالاحتياجات بشكل مهم عندي. صح. لما نرجع للتوزيع النوعي هنلاحظ ان الارقام هنا بتتكلم على التعليم العام والخاص في عدد الطلاب والتوزيع ما بين الريف والحضر. هنلاحظ ان الاعداد في الحضر برغم ان المدارس اقل، لكن المدارس في الريف عدد طلابها اقل ايضا. وبالتالي ده جزء مهم جدا، لان ربما في الريف نتيجة التوزيع الجغرافية القرى كل قرية بيبقى فيها مدرسة، وبالتالي الاعداد ممكن تكون اخف في الحدة منها داخل المدن. لما اروح للتحليل النوعي هنلاحظ ان تقريبا احنا بنتكلم على اعداد متقاربة بين البنين والبنات، وهنا احنا بنتكلم على التعليم الحكومي والخاص. الحكومي والخاص فيما يتعلق بأعداد البنين والبنات هلاحظ ان في تساوي، ثم الريف والحضر، ثم الاجماليات بالنسبة للتحليل النوعي. هنا الاعداد شبه متقاربة، وبالتالي ده بيدي اشارة الى عدالة الخدمة التعليمية وانفتاح المجتمعات على تعليم ابنائها بدون تمييز، وده جزء مهم جدا عندنا في الارقام الخاصة بالطلاب. لو رحت للطلاب على مستوى انماط التعليم وانواعه هنلاحظ ان الاعداد ما زالت متماشيه. يعني لو خدت بالي ان هذا المؤشر بالنسبه للفصول وبالنسبه للمدارس وبالنسبه للطلاب هو واحد، الكثافه الاكبر هي للتعليم الابتدائي ثم الاعدادي ثم يتوزع على باقي انواع التعليم المختلف. عايز اقول لك ان في التعليم المجتمعي واخد رقم مهم جدا عندي. التعليم المجتمعي تعليم مهم جدا ظهر مع حياة كريمة وانتشر، اللي هي مدارس الفصل الواحد اللي بتعالج فكرة التسرب من التعليم، وفي 142,000 طالب موجودين في هذه المدارس على مستوى الجمهورية، واجمالي عدد المدارس دي 4,000 مدرسة فقط لا غير. وبالتالي وهنا المدرسة احنا نقصد بها الفصل، لان هو بيبقى فصل طبعًا. موجود داخل طبعًا. المنشأة. وبالتالي ده رقم مهم جدا. لو رحت من الطلاب للجزء الاخير عندنا وهو المعلمين، وهنا انا بتكلم على اعداد المعلمين. عندنا 808,000 معلم في التعليم الحكومي، وعندنا 113,934 معلم في التعليم الخاص. الارقام هنا قليلة جدا في تراجع في اعداد المعلمين، وعشان كده قبل بداية العام الدراسي الحالي الوزارة التربية والتعليم اعلنت عن فتح الباب للتعاقد لسد العجز الموجود صح.
في المدارس. واعلن الوزير منذ ايام انه ما فيش ازمه معلمين موجوده دلوقتي على الارض نتيجه سد العجز بهذه الطريقه. بس هي المشكله هنا يا استاذ عبد الناصر مش بس يعني فكره التعيين من بعض المعلمين الجدد، يعني لا احنا محتاجين زي ما احنا قلنا لازم، وانا اعتقد ان الوزير الملف ده عنده له اولويه وبيفكر في اساليب وحلول جديده. يعني اعتقد من شهر كده او من 3 اسابيع سمعنا خبر انه ربما بعض المدرسين بالمعاش هيتم استعانه بيهم من قبل وزاره التربيه والتعليم في العمل بفكره الحصه، يعني بالزبط. ينزل يعمل كام حصه وياخد اجره عليها رغم ان هو مدرس على المعاش عشان سد الفجوه بتاعه اعداد المعلمين. واحنا قلنا دلوقتي احنا مش عندنا مشكله، ده احنا عندنا ما يشبه مضاعفه العدد، فده رقم جبار. ده يخليني يعني انا ببقى حريص شويه وانا شغال على احصائيات ان انا ابقى محايد وما اقولش وجهه نظر، لكن لا هي اصلا خد بالك دي يعني مالهاش علاقه بوجهه نظر، الارقام اللي حضرتك قلتها كاشفه للفجوه. احنا مش بنتكلم دلوقتي على اراء راي ورايك، انا بقول لك انت قلت لي ان احنا عندنا معلم لكل 26 طالب او 27 طالب بالزبط. وان المعدل الدولي بتاع جوده التعليم المعدل لكل 13 بقى، فاحنا عندنا 13 طالب تاني محتاجين معلم. احنا محتاجين استدامه يا استاذ تامر، يعني الجزء الاهم في الموضوع اللي حضرتك بتشاور عليه انا عملت سد جزئي عن طريق المعلمين على المعاش وعن طريق بس الخارجين. ما خد بالك برضو عشان نبقى منصفين، فكره الناس تقول لك طب ما تجيبوا معلمين، هي القصه مش كده. انت اولا عشان تجيب معلمين تضاعف بيهم العدد انت محتاج حاجتين، ميزانيه ماليه ضخمه وكادر تعليمي وكذا، ثم عشان تضمن الجوده لازم الناس دي تتدرب وتتاهل. هو ده بقى الجزء اللي انا اقصده. فاحنا عندنا قصه ان احنا كمان اللي سد العجز ال 340 الف اللي احنا سدنا العجز بيهم السنه دي ما تعرضوش لبرامج تاهيل وتدريب، وبالتالي كفائتهم انا ما اقدرش اقيسها دلوقتي طبعا، ربما اقدر اقيسها مع نهايه العام الدراسي. وفي كل الاحوال حتى لو فيهم جزء من الكفاءه محتاجين تدريب وتاهيل، محتاجين تدريب، وبالتالي ده تحدي مهم جدا حضرتك شاورت عليه. ربما انا ممكن اتكلم في سد العجز عن طريق التعاقدات، لكن في جزء مهم جدا وهو برامج تدريب وتاهيل مسبقه للعاملين في هذا القطاع. صحيح. تؤمنهم وكمان تضمن اكتشاف مستوياتهم ومواهبهم اللي نقدر نوظفها بشكل كبير جدا. انا اعتقد كمان، انا اسف المقاطعه، بس الملف العاجل بتثيره ده مهم جدا، يعني بخلاف الميزانيات وبخلاف جوده التدريب والتاهيل عشان نضمن جوده المقدم الخدمه، اعتقد كمان اللي يساعدنا في تقليل كثافه الفصول وممكن تاثير المعلم يمتد فكره تكثيف وتكريس فكره الاونلاين اديوكيشن اللي هو بقى التعليم عن بعد، وفكره ان الطالب ممكن يبقى قاعد في البيت وبيحضر الحصه وبيتفاعل زي كانه موجود، ده ممكن يحل شويه من المشكله. ده كان جزء مهم جدا من توجه التعليم في عهد الدكتور طارق شوقي، لكن ربما التقييم بتاع التجربه فيما يتعلق بالمواد والمحتوى المعرفي المتاح واللي يقدر يوفر الخدمه دي بشكل جيد وامن محتاج الى معالجه بشكل كبير جدا. تمام. وربما وزاره التربيه والتعليم تقدر، واحنا بنفتح معاها الملف هنا، انها تشوف مدى إمكانية إطلاق حوار مجتمعي الإعلام يكون رقيب عليه يسمح بأننا نوصل لرؤية تضمن كفاءة التعليم الأونلاين بشكل كبير في الفترة اللي هي مش إطلاق حوار مجتمعي، هي إطلاق شوية تابلات بس، تابلتس كتير وتعميق فكرة التعليم التفاعلي عن بعد وترسيخ الفكرة وزيادة الوعي والثقافة، أعتقد هتجيب نتيجة. كمان نوعية المحتويات المعرفية أمر مهم جدا طبعا، وخصوصا أن الثقافات المحلية محتاجة أنها تراعى طبعا في صياغة هذه. أنا آسف في المقاطعة بس يعني لا في بالعكس النهاية إحنا في الهدف مش بنقول الأرقام عشان نسرد أرقام، بنقول الأرقام عشان نقدم أفكار وحلول قدام سنة بالظبط، وده ملف مهم جدا. عايز أرجع معاك هنا للمعلمين، أنا عندي تقريبا نص عدد المعلمين موجودين في التعليم الابتدائي، و النص الاخر موزع على 9 اشكال من التعليم. انا عايز اقول لحضرتك ان في جزء انا ما اتكلمتش عنه وهو في منتهى الاهميه، يمكن واحنا وصلنا للشريعه الاخيره انا اصريت ان احنا نقوله هنا، وهو الجزء الخاص بمدارس التربيه الخاصه. مدارس التربيه الخاصه المدارس الخاصه بالتعامل مع الاشخاص الاولى بالرعايه والاحتجاز من الاشخاص ذوي الاعاقه. تمام. وده نوع من التعليم المتخصص المهم جدا والكفء جدا عندي، وصراحه سواء الطلاب او تجهيزات المدارس او المعلمين هم ابطال لانهم بيعالجوا هذا الجزء بشكل جيد جدا. تمام. والجزء ده كمان انعكاسه هيبقى واضح عندي كمان في شكل وانتشار المعلمين في المدارس المختلفه. صحيح. فهنا ده جزء مهم جدا. اخر حاجه فاضله معانا هي نصاب المعلمين طبقا لانواع التعليم عندي في مصر،
وهنا احنا رايحين للانواع. هنلاحظ ان برغم اننا بنتكلم على التعليم الابتدائي انه واخد نص عدد المعلمين، لكن هو الاعلى وهو تجاوز المتوسط العام اللي احنا اطلقناه او اللي هنتكلم عنه. احنا هنا بنتكلم على 21.55% طالب لكل معلم في مرحله التعليم الابتدائي، وبالتالي ده التحدي الاكبر اللي محتاج معالجه للتحديات اللي حضرتك قلت عليها فيما يتعلق بالمعلمين وما يتعلق بالتعليم نفسه. النسب بتتفاوت، ربما الثانوي الفندقي بيجي في المركز الثاني نظرا لقله عدد مدارسه وقله عدد المؤهلين للعمل في هذا القطاع، لكن الثانوي الصناعي هو الاقل بشكل عام، لان عدد المعلمين مع عدد الاقسام مع انواع الخدمات الصناعيه اللي بقدموها مخليه العدد هنا كافي، وبالتالي ده جزء مهم جدا. عشان كده ده الوحيد اللي نقدر نقول انه من ناحيه معيار العدد هو المتطابق مع المعايير الدوليه لاعداد المعلمين. خلصت الشرائح؟ خلصت الشرائح. بارك الله فيك، احسنت ووفيت، والحقيقه ملف في منتهى الاهميه. وزي ما حضرتك تفضلت في البدايه، احنا بنتكلم على مش بس اولويه اي اسره في فكره الانفاق والاهتمام والاستثمار في تعليم ولادهم، احنا بنتكلم كمان على اولويه اي دوله. انا فاكر كويس قوي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اللي عمل نهضه ماليزيا والنمور الاسيويه في بدايه التسعينات من القرن الماضي، قال كده، قال اذا كنتوا عايزين اي دوله واقتصاد ومجتمع يقف على حيله ما عندكوش غير التعليم والصحه. بالظبط. فاحنا بنتكلم على واحد من اهم عناصر نهضه اي امه. اعتقد الارقام والاحصاءات اللي قالها زي عبد الناصر النهارده قدام صناع القرار ممكن تفتح افكار للحلول، والقصه احنا كمان كمجتمع لازم نتدخل ونشتغل على حد من الكثافه السكانيه والزياده السكانيه، عشان كل المجالات والتموين والسلع والاسعار كل ده مرتبط بالزياده السكانيه. خد بالك يعني احنا عندنا ملف السكان ربما يكون الملف اللي هنفتحه الاسابيع الجايه باعتبارات الارقام اللي حضرتك. لا افتحه انت، انا مش هحضر ملف السكان ده، مش عندي ما اقدرش من غيرك، عندي ارتجاليه. شرفت ونورت يا استاذ عبد الناصر.